هنيجي بقى الديفلوبمنت اوف ذا تيسس، ودي بتيجي في الامتحان يعني، دايما تيجي في الامتحان لانها سهله وملمومه ويقدر الواحد يجاوبها كويس. شوف بقى هنجاوب ازاي في الديفلوبمنت اوف ذا تيسس. هاجي ابتدي من اخر حته اللي احنا قلناها قبل كده، ان في الانديفرنت ستيج اقول ان التيست ديفلوبد من ثلاث حتت، جينيتال ريدج والسيلوميك ابيثيليوم والجيرم سيلز برايموردير جيرم سيلز. واجي اقول جينيتال ريدج ده قطع في الامبريو اهو، ودي الحته دي ده الميزونيفروز اللي احنا شفناها في السكشن اللي فات، ده الميزونيفروز اللي هو الميزونيفروز اللي احنا اتكلمنا عليه اللي كان بيديني بيكون في الديفلوبمنت بتاع الكدني، ده الميزونيفروز. الميديال بارت اوف ذا ميزونيفروز اللي هي دي الزرقاء دي، دي اللي بنسميها جينيتال ريدج. يبقى جينيتال ريدج دي ات ذا ميديال سايد اوف ذا ميزونيفروز ده، وديت هتديني ايه في التستس؟ قالك هتديني الكبسول اللي التونيكا البوجينيا بتاع التستس، كونكتيف تيشو، الاستروما، السبتا بتاع التستس. يبقى اول حاجه في الديفلوبمنت بتاع التستس تكون الجينيتال ريدج، الجينيتال ريدج اللي هي الميديال بارت اوف ذا ميزونيفروز، تديني الكبسول ادي اول واحد اللي هو اللي بتاع التست اللي هو التونيكا البوجينيا، وكونكتيف تيشو، والاستروما، والسبتا بتاع التست. نيجي بعد كده الجينيتال ريدج متغطيه بالابيثيليوم ده اللي هو بيسموه سيلوميك ابيثيليوم، ده السيلوم على فكره، ده الكافيتي بتاع الامبرو، ده السيلوم. يبقى تاني حاجه اللي اسمها سيلوميك ايه؟ ابيثيليوم. السيلوميك ابيثيليوم ده which cover the genital ridge ده الخلايا بتاعته تنمو لجوه كده كده كده، تنمو للداخل، تعمل لي حاجه اسمها 6 كوردز يعني، او تستس كوردز، احبال يا حبل. ادي السيلوميك ابيثيليوم اللي هو ده، يعمل لي حبل ده والحبل ده والحبل ده، ينمو للداخل، يعمل لي تستس كوردز، يعمل لي ايه؟ تستس كوردز، which دي هتعمل لي السيمي نفرس تيبيولز اوف ذا تيستس، وتعمل لي الجزء ده اللي بيسموه الريت تيستس، السيمي نفرس تيبيولز اللي هم دول هم دول والريت تيستس. طبعا اول ما تتكون التيستس كوردز ديت اللي هي طالعه من السيلوميك ابيثيليوم تنفصل عن السيلوم نفسه، تنفصل عن السيلوم نفسه ايه، وتعمل لي تيست كورد، وتعمل لي السيمي نفرس تيبيولز، وتعمل لي الجزء الاخير اللي هي عامل زي الشبكه ده اللي بيسموه الريت تيست. الوقت التيست بتتكون او اتكونت، لكن ده لحد كده ما يخلفش. ليه؟ لان ما فيش الجيرم سيلز ما جاتش، وده مشكله بتاعت افرض ناس بتبقى عندها تستس وطلع تستوستيرون وليها شناب ودقن وكله، لكن ما بتخلفش عشان الجيرم سيلز ما جاتش. الجيرم سيلز اللي هي الثلاثه دي البرايموردر جيرم سيلز اللي هي دي بتيجي، انا قلت بتيجي من الجت، جت دي جاسترونستاينال تراكت اهي، واللي مش عارف الحته دي يرجع للايه، الصوره اللي قبل كده او السلايد بتاع الاندفرنس ستيج، ده الجت وده الميزنتري بتاع الجت. تقوم السكس سيلز تطلع من البرايمودر جيرم سيل، برايمودر جيرم سيل او السكس سيلز طالعه من الاندوديرم، لان ده الابيثيليوم السيلوميك ابيثيليوم كان ميزوديرم، الجينيتال ريدج كان ميزوديرم، لكن البرايمودر جيرم سيل دي اندوديرم، يحصل لها مايجريشن 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 مايجريشن، وتبص تلاقيها تروح داخله هنا جوه السيمي نفرس تيبيول، تتركز السكس سيلز اللي هي البرمودر جيرم سيلز اللي طالعه من الاندودير مايجريت فروم ذا وورم ذا وول اوف ذا يوك ساك، وبعدين جيفز سبرماتوجونيا، السبرماتوجونيا اللي تبقى موجوده هنا جوه السيمي نفرس اي تيبيولز ان بتوين ذا سيلز اوف ذا سكس كورد، اللي هي السودا دي اللي بتترسب جوه السكس كوردز جوه السيمي اللي هو السكس كوردز اللي هتبقى السيمي نفرس بيقول اللي هيديني السكس كوردز واللي هيديني الريت ايه تست. بعد كده الريت تست اللي هو الجزء الاخير ده يتصل بالفازا افرنشيا، الفازا افرنشيا دي اللي هي
جايه من الميزونيفروس. الميزونيفريك تيبيولز احنا عرفنا ميزونيفريك تيبيول وميزونيفريك ضغط. الميزونيفريك تيبيولز هي اللي هتعمل لي الفازا ايه افرنش. المهم الريت تيستس تظهر بالفازا افرنشا وعلى هذا الاساس بتست عندي الكون. يبقى ما يجي يكلمني على الديفلوبمنت اوف تيست اقول له التيست ديفلوب ثلاث حاجات جينيتال ريدج واشرح له الجينيتال ريدج اللي هي الميديال بارت بتاع الميزونيفروس سيلومك بسيلم اللي السيلوم اللي بسيلم اللي هو كفر الجينيتال ريدج ويديني 6 كورد ويديني الريت تيستس وبعدين اقول له برايمودر جيرم سيل ودي اقول له دي جايه من الجت وبتحصل لها مايجريشن وتوصل جوه السيمينيفروس بيروس ودي اللي هتديني سبرماتوجونيا ويبقى كده التيستس ايه اتكونت. نيجي بعد كده التيستس بتبقى الاول بتكونها اول حاجه في الابدون لكن بعد كده ابص الاقيها في السكروتم. هلا ازاي كونت في الابدومن وبتبقى قصاد اللمبر فيرتبرا وغالبا اللمبر واحد ازاي تنزل لحد السكروت؟ في ثلاث حاجات مسؤوله عن الديسنت اوف ذا تيس. بكتب عنوان الديسنت اوف ذا تيس في ثلاث حاجات. اول حاجه الانترنال ديسنت. يعني ايه انترنال ديسنت؟ ادي التيستس اهي الاحمر لازقه في البوستيرو ابدومينال وول اللي هو الاسود. الابر بارت اوف ذا بوستيرو ابدومينال وول ده ينمو اسرع من اللور بارت. يعني في الامبرو نفسه البوستيرو ابدومينال وول الابر بارت ينمو اسرع من اللور. ابص الاقي الابر بارت بتاع البوستيرو ابدومينال وول يطلع فوق تطلع يطلع واللور بارت نما بصغير. فالتيستس لما تبص لها تهيأ لك انها نزلت. هو اللي كبر الابر بارت بتاع البوستيرو ابدومينال وول ده اللي اسمه انترنال ايه ديستنت. نمره 2 الاورجانز قاعده تكبر في جوه الابدومن. يعني الكدني بتحتل مساحه كبيره من الابدومن والليفر والكلام ده كله فبتدي يزق الاورجانز الصغيره يزقها على حته فالتيستس تبتدي تزق على الايه اللي تحت يعني تنزل من الابدومن للايه للبلفس وده رايز اوف ذا انترا ابدومينال اي بريشر. يبقى التيستس بتزق بالرايز بتاع الانترا ابدومينال بريشر. ثالث حاجه ودي مشكوك فيها بيقولوا ان في فايبرس باند تطلع من التيستس اللور بول بتاع التيستس وماسكه في السكروتا. الفايبرس باند دي كل ما تتطور العمر بتاع الفيتاس اللي هو مثلا 7 شهور 7 اسابيع 8 اسابيع 9 اسابيع 10 اسابيع تقصر الجوبرنكل وتزق كل ما تقصر تجيب التست على تحت وتعديها في الانجواينال كانال وتنزل بيها هنا جوبرنكل ما هو نازل هنا 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 هو زي ما احنا شايفين نازل على السكروتا ماسك في السكروتا لحد ما جوبرنكل ما اختفى خالص او قل خالص لقينا التست ايه راحت نازل. يبقى الكوز بتاع الديسنت اول حاجه انترنال ديسنت الاوبر بارت بتاع البوستور ابدومينال وول يسرع ينمو اسرع من اللور بارت. نمره 2 الرايز في انترا ابدومينال بريشر. نمره 3 اللي هو شورتنج اوف ذا جوبرنال. في حاجه لازم اقولها التستس بيبقى متغطيه بتونيكا فاجيناليس. هنا بيبقى في تونيكا فاجيناليس اللي هو من الفولد من البروتونيوم موجوده. التونيكا فاجينال اسمها بروسيسس فاجينات. في هنا فولد من البروتونين بتبقى نازله مع التس اسمها بروسيسس ايه فاجينات. تنزل التس لحد ما تفضل لتحت تبص تلاقي البروسيسس فاجينات مغطيه التسس وتبقى اسمها تونيكا فاجينات وجزء بقيتها اللي واصل بالابدومن الكاف دي يحصل له فايبروز دبانه يحصل له فايبروز هنا او يتلم او يقفل يتقطع الاتصال بين التونيكا فاجيناس وبين البروتونيال الكاف. يعني الاول التيسس بتاخد جزء من البروتونيوم من بتاع البروسيسس فاجيناس وتستقطبه تنزل بيه لحد السكورتم. ما تنزل بتاع السكورتم يبقى الكفرنج بتاعها اسمه تونيكا فاجيناس وبعدين التونيكا فاجينالس جزء الباقي بروسيس بقيه البروسيس فاجينالس يقفل ويتقطع اتصال بين السكروتوم وبين البروتونيال كاف. يبقى ديسنت اوف ذا تيسس الديفلوبز ان ذا ابدومن ذن ديسنت ريتشنج ذا ديب انجواينال رينج. ادي الانجواينال كانال توصل الديب انجواينال رينج على الشهر السابع تبقى في الانجواينال كانال الشهر الثامن بتوصل للسكروتم جاست بيفور بيرث قبل الولاده تبص لها وصلت لحد ايه؟ السكروتم. اما نيجي بقى للكونجنتال انوميز
ادي التست زي وهي نازله دي، وهي في الابدومن نمره واحد، نمره اتنين في الانجوينال كانال لما تبقى في انجوينال كانال، نمره تلاته على السوبرفيشال انجوينال رينج، نمره اربعه جاست بيفور بيس تبقى في الايه في السكروت. دلوقتي هنتكلم على الانوماليز اوف ذا تست. طبعا المنظر ده بتاع البروسيس بتاع السند بتاع التستس، قلنا في الابدومن في الانجوين الجنال عند السوبرفيشال انجوين رينج وانا عند السكروتم. في حاجه اسمها انومالي او اول عيب، واكتر عيب على فكره اللي بيسموه كريبتوركايزم او كريبتوركايزم. الكريبتوركايزم دايما دكتور الاطفال او ما العيل يتولد بيدور في السكروتم، المفروض تكون التست نزلت قبل العيل ما اتولد. بيجي هنا الدكتور ما لقاهاش في السكروتم، فيقول ده العيل ده عنده كريبتور كايزم دي، ان التست ما نزلتش السكروتم، ويفضل صابر شويه يشوفها هتنزل بعد شهر هتنزل بعد شهرين، بس لازم يتدخل. يعني كريبتوركايزم دي معناه التست ما نزلتش، ده خطر، لان درجه الحراره بتاع التست لازم تكون اقل من درجه حراره الجسم. لو الولد ده ما نزلش التست بتاعته ما نزلتش في السكروتم قبل البلوغ، يبقى عليه العوض في تس كل السكس سيلز اللي فيها باظت، طلعت استرون وكله بس ما عندوش سبرم وما يخلفش. عشان كده الدكاتره بتاع الاطفال بيحرصوا ينزلوا التسس لو كانت في الانجوانا كلان او اي حته غلط ينزلوها في ميعادها او قبل سن البلوغ عشان نستفاد بالتس. نمرة اثنين، لو التس تركنت من غير ما تنزل في حته سخنه ودرجه الحراره بتاع التس المفروض اوطى من درجه حراره الجسم، دي ممكن تعمل كانسر، يعني تعمل كانسر في مكانها او تعمل سرطان. عشان كده الكريبتوركايزم ده حاجه مهمه لازم تتعالج كويس. نيجي حاجه اسمها مال ديسند التست، التست تنزل في مكان غير المكان الطبيعي بتاعها. ازاي؟ ادي التست ازاي تنزل هنا زي ما احنا شايفين، ممكن تبقى هنا عند الرود بتاع البينس، ممكن تنزل في الصايف في الفيموراتريانجل، ممكن تنزل في البرينيوم، يعني هنا في البرينيوم، يعني في البرينيوم وفي الفيموراتريانجل، بتنزل عند الروت اوف ذا بينس، ده ابنورمال بليس. عشان كده الدكتور يدور في السكروتم وبرده يدور في الحتت التانية ممكن تكون نزلت في حتة تانية، بدل ما يفتح انجواينا كان ينزلها من فوق، لا ممكن يجيبها من الصاي، ممكن يجيبها من فوق البينس، يمكن يجيبها من البرنام. دي اللي بيسموها مال ديسند تيسس، اللي هي ديسند في تيسس تو ابنورمال ايه بوزيشن في البرنام او في الروت اوف ذا بينس اور في الفيمورال ترانج. تالت كونجنتال انومالي، كونجنتال انجوينال هيرنيا. النهارده التست بتنزل في السكروت، لكن المفروض والتونيكا فاجينالس تغطيها، وبعدين المفروض يتقفل البروسيسس فاجينالس ويتحول لحبل اسمه فيستيجيو اوف ذا بروسيسس فاجينالس. يعني الطبيعي التست تنزل في السكروت وتتغطى بالبروسيسس فاجينالس، واللي هو يبقى اسمه تونيكا فاجينالس، والجزء الاتصاله بالبروتونيه الكاف دي يتقفل ويبقى اسمه فيستيجيو اوف ذا بروسيسس اي فيجينالس. لو ما اتقفلش البروسيسس فيجينالس ده ما اتقفلش، يبقى الانتستين اللي هنا الاورجنز الموجوده في الابدون ممكن جزء منها ينزل يروح معبي هنا في الايه في السكروتم، ودي بيسموها كونجيليتال انجوينال هيرني. يجي لك الطفل يقوم مامته تقول لك كل ما يكح تنزل له حته من الانتستين في السكروتم، يقول لك السكروتم بتاعه يكح، السكروتم بتاعه يبقى لازم الدكتور يفتح ويطلع البروسيس فاجينالس ويقفل اتصالها بالايه بالبروتونيوم عشان ينفصل البروتونيوم كافيتي عن الكافيتي بتاع اليوتس. يبقى الكومنست انوماليز كريبتوركايديز والمال ديسنت اوف ذا تيستس والكونجنتال انجوينال هرنيا.